مبروك للأهلي الفوز بكاس مصر للمرة 38 في تاريخه، وبطولة مستحقة لأن بصراحة لعيبة الأهلي رجالة. سيبك من المستوى الفني، يعني في لعيبة كتير في الملعب مش في مستواها، بس بيقاتلوا في الوقت الصعب بتلاقيهم. عشان كده الأهلي في المكان اللي هو موجود فيه النهاردة، لو سألت أي حد بتاع كورة هيقولك إن الأهلي مش أحسن فرقة في مصر، لكن المكسب في الكورة مش فنيات بس، حاجات تانية كتير قوي لازم تتعمل عشان الفرقة مهما حصل ما تتهزش بسهولة. وبالحديث عن الفنيات يا كابتن ضياء النهاردة، يعني عايز أسألك، يعني هل انت شايف ان كولر بدأ المباراة بتحفظ كبير قوي، ولا الاسلوب اللي لعب بيه باتشيكو هو اللي خلى الاهلي مش عارف ان هو يوصل للجون بسهولة؟ بس كولر عارف ان بيراميدز فيها لعيبة كرة كتير، وعندهم اجنحة كويسة جدا، وعندهم وسط ملعب بيقدر يلعب بين الخطوط بشكل كويس، خصوصا توريه وعبد الله، في وجود عبد الله. فالطبيعي زي ما انا قلت لك انه لازم يكون في تحفظ وتضييق مساحات. ده اللي خلاه يلعب بثلاثه مع مروان والسولية وحمدي، ما لعبش ب10 برقم 10 قفشة او سافيو كان احتياطي النهارده، او كان ساعات بيلعب بيرسي تاو ويطلع اي حد بره. فلعب الثلاثه دي لانه ماتش البطوله كمان، وانت مدير فني اللي هو ماتش واحد لازم هيخلص، بتقعد تعمل حسابات انه يخلص في 90 دقيقه، او انه يروح للاكسترا تايم، او انه يروح لضربات الجزاء. فانت بتتعامل مع الحاجات دي. فوق الحاجات دي كلها هو يعني راح للتجربه بتاعه ماتش بيراميدز اللي كسبه 3. بيراميدز طبعا كان القياده الفنيه مختلفه، تكيس غير باتشيكو. تكيس بيلعب العنوان بتاعه انه بلعب كرة تكيس، انا ماليش دعوه بالتيم بتاع اللي قدامي. فطول الوقت موسع الملعب، طول الوقت بيحب يعمل بيلدينج اب، طول الوقت موسع الملعب، بياخده من الاخر من 18 لل 18. فهو لعبه متاخر، لما لعبه متاخر لاعب على عملنا حوالي 6 أو 7 هجمات مؤثرين جدا، ضيعنا 3 وجبنا 3 جوان. النهارده باتشيكو متحفظ اكتر من تكيس بشكل كبير جدا، وانت طبعا هنتكلم فيه. لكن كولر عشان هي مباراه البطوله الماتش الواحد وفيها كل الاجزاء اللي انا قلت لك عليها دي، فلازم تكون متحفظ، ما ينفعش فيها تعمل الريسك. عندك اجزاء كتيره جدا في الجيم انك تعمل الريسك. اللي زود التحفظ انك انت عندك رامي ربيعه في اول ربع ساعه، لما بتخسر سردباك غير لما تخسر لعيب في نص الملعب. موضوع انك تخسر سردباك دي بتبقى مقلقه، لان الديفنس اي تغيير فيه بيعمل خلل الى حد كبير، وده حصل مع بيراميدز. وده حصل جلال، وده حصل ودخل محمد حمدي بقى سنتر باك. انا بشوف اكتر حاجه مؤثره حصلت مع بيراميدز عبد الله، لانه عبد الله محرك للمجموعه، محرك بشكل كبير جدا، عنده رؤيه ومحرك لكل الناس اللي حواليه، رغم ان الاطراف النهارده ما كانتش كويس. واللي ساعد الاطراف مش كويسه انه الطرف اليمين كله في باكين، يعني عند باتشيكو حاطط باكين، توفيق والراجل المغربي الشيبي. فالتحفظ ده كان مطلوب، انا بشوف انه التحفظ في النهائيات مطلوب، لان المباراه هتخلص بالتلات حاجات اللي انا قلت لك عليهم دي. انا في رايي يا كابتن ان 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 باتشيكو يعني النهارده عمل اخطاء فنيه كبيره جدا، لو اي مدرب مصري عملها يتذبح. يعني انا مؤمن ان علي معلول عشان توقفه لازم تلعب عليه لعيب بيهاجم كويس، لعيب بيجري في ظهره، لعيب دايما يبقى هو دايما لما بيعدي نص ملعب يبقى خايف من ده، يبقى مقلق اكتر. انما لما تلعب لعيب قدامه اصلا بيدافع بس، علي معلول النهارده يعني واخد حريه. في الشوط الاولاني بس عامل جونين في ظهر الكهرباء، في ظهر الباكين والسيرد باك، لان ما عندوش، هو مش خايف من ظهره. بالظبط، هو مش خايف من ظهره. حاجه ثانيه انا كنت شايف، انا ما اعرفش راي حضرتك، ان كان لازم في الاصابه بتاعت عبد الله كان لازم بقى لقاي هو اللي ينزل. هو من الاول ليه بيلعب من غير راس حربه؟ لعب كده، هو عنده راسين حربه اتنين سرعة، بن يوسف ولا كان عندهم سرعة، وعندهم تحركات في ال 18 مزعجة جدا، وعندهم ضربات رأس مزعجة جدا. ريح الديفنس، فانت ريحت الديفنس بالشكل ده، لعبت بثلاثة نص ملعب عاديين جدا، ورمضان انشغل طول الوقت على طول انه بيدافع بس،
طول الوقت بيدافع بس طول الوقت بيدافع بس، فحتى هاني خلاها ضغطه في نص ملعب بيراميدز، فبقت هتلاقي الكور القليله جدا اللي راحت لشناوك تقريبا كلها من الكور الثابته، حتى الجوم الكره الثابته ما خلاش فيه خطوره، بقى اللعبه محصور في نص الملعب بالنسبه لبيراميدز، فسهل الى حد كبير لنص ملعب النادي الاهلي.